هذا الهدف حبابنا خاوتنا شوف ونعاودو 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 ما نكرهوش، لأنه يعتبر من بين أجمل الأهداف وأروع الأهداف أحسن الأهداف اللي مرت على المنتخب الوطني الجزائري. السلام عليكم حبابنا خاوتنا، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، صح فطوركم وصح رمضانكم. اليوم عندنا موضوع جد ورائع، عندنا موضوع متعلق بالإعلام المغربي اللي بهدل شبه الأنصار الجزائريين بالدرجة الأولى ويبهدل فوزي لقجع بالدرجة الثانية. راح تقول لي وعلاش وعلاش، تابع معنا الفيديو بك تفهم للأخير، لكن رجاء الآن ثانية واحدة إذا ماكش مشترك اشتراك في القناة لايك للفيديو، لأنه ذا الفيديو لازم يوصل لأعداء المنتخب الوطني الجزائري، خصوصا خصوصا اللي راهم هنا في الجزائر، اللي احنا كجزائريين نشكوا في وطنيتهم، لأنه الجزائر لأنه شخص اللي يتمنى خسارة المنتخب الجزائري ما تقدرش تقول عليه أنه هذا جزائري، لأنه يتمنى الخسارة، يتمنى الكارثة للجزائر، كيف تقول عليه جزائري؟ على كل حال راح نشوفوا قبل نعطيكم قبل الموضوع باش نفهموا مع بعض، ثم نروحوا الى نشوفوا الاعلاميين المغاربه صوت وصوره واش يقولوا على وليد الركراكي والمنتخب المغربي. نفهموا قبل واش كاين، كما على بالكم المنتخب الجزائري في كاس افريقيا الاخيره لعب ضد كل من المنتخبات الاتيه، موريتانيا اللي بهدلتنا احنا كجزائريين فريموت بهدلنا، ومع بوركينا فاسو ايضا شفنا عدم اقناع، ومع انغولا ايضا اللي درنا مباراه درنا تعادل وخرجنا في الدور الاول. فوزي لقجع واش قال لك؟ بما انه الجزائر تبهدلت امام موريتانيا وانغولا انا ندير معهم مباريات وديه ونربحهم باش نبان انا فور. لذلك قلت لكم انه فوزي لقجع شغله الشاغل هو خساره المنتخب الوطني الجزائري، ولا يهمه فوز المغرب، المهم يبان هو افضل من الجزائر. على كل حال لذلك دار مباراتين وديتين مع نفس المنتخبات اللي احنا انتقدنا فيهم الكور جمل بالماضي والمنتخب الجزائري واللاعبين ككل. على كل حال التعادل اللي داروا فوزي لقجع مع منتخب موريتانيا هي بمثابة صدمة ليه وللمنتخب المغربي وللأنصار، لأنه ما كانش يتوقع، كان يتوقع أنه يفوز بنتيجة عريضة. أما بالإضافة نتكلموا على الجانب الشق الثاني اللي هو الشق الجزائري اللي يتمناو خسارة منتخب بلادهم، قبل نسمعوا مع بعض واش يقولوا الإعلام المغربي، أسمعوا معنا واش قال ونعود إليكم. أسمعوا معنا حبيبنا خاوتنا ما تروحوش بعيد. فين في كوت ديفوار هادشي داكشي اللي وقع داك الكنكسه لا زالت مستمره، حيت ما كاينش شي حاجه اللي كتبين باللي راه وصلنا النيفو ديال المنتخب راه كيطلع، النجوم كاينين، الجمهور كاين، كلشي كاين، ولكن السي وليد ما كاينش السي وليد. انا هادشي اللي بان لي صراحه، ما كاين لا تكتيك لا ولا لعب لا والو، بحال تلقتي الدراري كيلعبوا، عندك بزاف ديال النجوم، عندك كلشي، ولكن المدرب خاصنا صراحه. احنا راه مقبلين على كاس افريقيا 2025 في بلادنا، كان بهذا الاداء وهذا اللعب ما غادي نديروا والو الا ما تداركنا الموقف. نحبسوا هنايا، هذا الكلام احنا قلناه في الجزائر، لكن وصفنا بمن؟ وصفنا بالخوانه. كيف احنا نشوفوا اخفاق ونشوفوا ما كاش لعب، ما كاش خطه، ما كاش تكتيك، ما كاش انتشار، ما كاش تموقع، ما كاش اسلوب، ما فهمناش الا دفاعي ولا هجومي، لكن وصفنا بالخوانه. الاعلام المغربي وقدم لكم رساله، انتم يا انصار يا الفئه الصغيره اللي تمناوا خساره المنتخب الوطني الجزائري عادي، هاو ينتقد، قال لكم لا اسلوب لا طريقه لعب، قال لكم النجوم كاينين ولكن السي وليد ما كانش، معناتها شكون وليد؟ ووليد الركراكي، معناتها لمسه المدرب ما كاش، لمسه المدرب راهي غير واضحه تماما. وعادي وينتقدوا في بلادهم وينتقدوا من اجل التطور، هم يخموا على مال كاس افريقيا. لذلك هذه رساله فوزي لقجع، انت فوزي لقجع انت اللي درت هذا الضغط على لاعبيك، لانه انت لما جبت هذو المنتخبين باش يعني تتبارى معاهم وتفوز عليهم بنتيجه عريضه وتقول وتحرض اللاعبين لازم تفوزوا بنتيجه عريضه باش نبينوا بلي احنا اقوى من الجزائر، هذا الضغط هو اللي يخلي اللاعب يقدمش فوق ارضيه الميدان. لذلك فوزي لقجع خليك من الجزائر، انسى الجزائر، الان ما كاين حتى منافسه مباشره ما بين المغرب، علاش لازم تعاود تجيب المنتخبات اللي لعبوا معاهم الجزائريين، تعاود تجيب المنتخبات اللي خسرنا اللي خسر معاهم المنتخب الجزائري باش انت تربحهم باش تبان انت فور، ركز مع المنتخبات نتاعك فقط. اما بما يخص الشق الجزائري يعني رساله واضحه، الان
هل راحوا قدسوا الناخب تاعهم بورتو مركز رابع في كأس العالم النصف النهائي كأس العالم؟ حنا المنتخب الجزائري حاليا على الورق، على الورق بما انه نحن قادمين من اخفاق ما نحلموش بالنصف النهائي، نحلموا بالدور الثاني، نحلموا بالثمن النهائي ربع نهائي، لكن ما نحلموش بنصف نهائي كأس العالم لانه مباراة صعبة. بالرغم الانجاز اللي داروه لكنهم ما قدسوش الناخب، العكس قال لك لمسة المدرب ما كاش في إشارة واضحة لفوزي لقجع، سرح حميد سرح. نكملوا نشوفوا واش يقول. اللاعبين ما يمكنش تقول راه ضعاف ولا شي حاجه، اللاعبين راه في المستوى، نجوم كبار كيلعبوا في فرق كبار، ولكن خصهم مدرب، خص المدرب اللي يوظفهم. اللاعبين كاين في مستوى كبير نقصهم مدرب، نفس الكلام اللي قلناه، اللاعبين كاين لكن ناقصهم مدرب عادي. هل يعني الان اسم وصفوا بالخوانه وما على باليش خلونا في كرة قدم، ما تبقاوش خزعبلات ومنا ومنا. ما انا هادشي اللي بان لي، هاد الاستمتاع صبرت عليه، تعيت وقلت هادشي اللي غادي نقول. بالرغم من انه كنرجعوا لكاس العالم والانجازات، داكشي واقيلا غير الزهر والنيه كما قال السي وليد، ولكن اللعب راه ما كاينش. شتو واش قال في كاس العالم؟ هذاك النتيجه اللي درناها في كاس العالم فقط بالك كان الزهر ولا نيه برك، هذا ما كان عادي، وما وصفوش بالخوانه. لعب اليوم بان الجمهور راه غادي بجد الدراج، شفتي كلشي ما كان على القرعه كيتشاير تما باش تجيك 60000 مشجع. التعادل امام موريتانيا في الارض ديالك راه لا اله الا الله. بصراحه الراي ديالي بخصوص اللاعبين الجداد عطونا اشارات قويه انهم يعتمد عليها صراحه، كذلك اللي هو الياس بن صغير وابراهيم دياز وسفيان الرحيمي كذلك قدم مستوى بصراحه جيد. الياس اخو ما شفناش بزاف، ولكن كاين ما يدار، يعني كاين ما يدار، ولكن المدرب مازال ما لقاش كيفاش انه يوظف هاد اللاعبين احسن توظيف. خصوصا عادي اللاعبين كاين وقدموا المستوى، لكن المدرب مازال ما عرفش يوظف. بورتو جايب الناس لكاس العالم ولم يوصف بالخوانه. نشوفوا اخر اعلامي، الموضوع يطول، عندي اعلامي اخر نسمعوه ونشوفوا واش يقول. علامات استفهام كبيره على اداء المنتخب الوطني المغربي، اين هو الخلل؟ هل في التشكيله؟ هل في اللاعبين؟ هل في المدرب وليد ركراكي؟ ربما الجميع بعد النكسه التي وقعت هناك بالكوت ديفوار الكل اصبح يتساءل ما هو الخلل؟ ما هو الخلل؟ واين الخلل؟ اداء لاعبين كيف ما جينا نشوفوا اليوم الحمد لله انه اصبحنا عندنا لاعبين متمرسين، عندنا لاعبين ذو خبره، لاعبين يعني عندهم الشيء الكثير وكيلعبوا في اكبر الانديه العالميه. اذا اين هو؟ راكم تشوفوا عادي ينتقدوا في منتخبهم عادي، علاه هم يحوسوا على النتيجه؟ لذلك رساله فوزي لقجع، اخذك من الجزائر مديش الضغط على لاعبيك، هذه حاجه. والحاجة الثانية اسمعوا يعني يا رسالة أعداء المنتخب الجزائري، اسمعوا يعني وخذوا العبرة من المنتخبات الأخرى. الانتقاد كاين ويكون، المدرب لما يقدم برافو، ما يقدمش يرحل، ما كاينش العاطفة، ما كاينش العاطفة هذه باسكو جاب لي 2019 نبقى نقدس فيه إلى ما لا نهاية. إذا أحبابنا خاوتنا إن شاء الله تكون الرسالة وصلت، طلنا لايك للفيديو، فيديو مهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.